سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية، سيرة الحواريين. الحلقة 21. يا أهلاً وسهلاً. أهلاً أهلاً. كيف صحتك؟ كيف إن شاء الله؟ كويسة الحمد لله، الله يخليكم. كيف صحتك الليلة؟ الحمد لله كويسة كويسة، الله يخليكم. طبعاً المرة دي جايين قلقانين على اللي حصل المرة اللي فاتت للوضع السيء اللي عاشوه ركاب السفينة، وشفنا كيف بولس كان بيطمن فيهم وكيف إنه إيمانه كان قوي بالله حتى في الموقف الصعب ده. ومع كده ركاب السفينة كان لسه منتظره موكد عصيب وحنشوفه. في الليلة 14 من بداية العاصفة، الرياح كانت بتلعب بالسفينة في البحر، وفي نص الليل البحارة افتكروا إنهم قربوا للبر، لكن لما قاسوا عمق الموية لقوه 40 متر، وبعد شوية قاسوا العمق مرة تانية ولقوه نقص وبيقى 30 متر، وجاهم خوف بأن السفينة حتصطدم بالصخور، وقاموا نزلوا 4 مراسي من آخر السفينة عشان يوقفوها مؤقتا، وكانوا منتظرين طلوع الفجر بفارق الصبر، وفكروا إنهم يهربوا من السفينة وينجوا. قاموا نزلوا قارب النجاة في البحر، وكانوا عايزين يوهموا الركاب إنهم حينزلوا مراسي من جهة مقدمة السفينة، لكن بولس انتبه وكشف حيلته، وقام بسرعة نبه الضابط والجنود ووراهم وقال لهم: يا جماعة البحارة دي مفكرين يهربوا يا جماعة. شنو يهربوا؟ قولوا لهم يا جماعة إذا هربوا ما في لكم أي طريقة تنجوا بيها، اداركوا الموقف ده بسرعة يا جماعة. والجنود سمعوا كلام بولس المرة دي، وبسرعة قطعوا حبال القارب وخلوه منفصل من السفينة. وقبل الفجر بولس طلب من كل الركاب إنه يأكل، وقال لهم: يا جماعة ما ممكن كده، قلت لكم أسبوعين ما أكلتوا حاجة من شدة الخوف والقلق، قلت لازم بعد تأكلوا عشان تحافظوا على حياتكم. يا جماعة صدقوني ما في واحد فيكم حتجوع عوجة ولا حتى حتسقط شعرة واحدة من راسه. وبعد كلامه ده أخذ رغيف وشكر الله قدامه وبدأ يأكل، وكان عدد الناس في السفينة 276 نفر. ولما شافوه بياكل اطمأنوا وأكلهم كمان، وبعد ما شبعوا قاموا رموا شحنة القمح اللي كانت في السفينة في البحر عشان يخففوا حمولتها أكثر. ولما النهار طلع البحارة ما كانوا عارفين إنهم وصلوا لوين، لكن شافوا لهم خليج فيه شاطي ووجهوا السفينة في اتجاهه، وقطعوا حبال المراسي من السفينة وخلوها قبلها في البحر، وحلوا الحبال المربوطة بها الدفة، ورفعوا الشراع القدامي عشان الريح تسوق السفينة للشاطئ، لكن السفينة اندفعت واصطدمت بتل رملي وراسه غطس في التل ده، وأخيرا كان الموج الهائج بيلعب بيها لغاية ما في الآخر اتكسرت. وعشان المساجين ما يهربوا الجنود قرروا إنهم يقتلوهم، لكن الضابط كان عايز ينقذ بولس عشان كده منع جنوده من تنفيذ المخطط ده، وكمان أداهم تعليمات وقال لهم: أنا عايز اللي بيعرفوا يعوموا منكم ومن المساجين كمان ينطوا في الموية دي ويعوموا للشاطئ دلوقتي. حاضر. والما بيعرفوا يعوموا، الما بيعرفوا العوم كل واحد منهم يتعلق له في لوح خشب لغاية ما يطلع للبر. حاضر. وفعلا تم الكلام ده، والجنود نفذوا تعليمة الضابط، والبحارة وباقي الركاب لما شافوهم هم كمان عملوا نفس الشيء عشان ينجوا، وفعلا وصلوا كلهم للبر سالمين. هيا يا جماعة، بعد ما ركاب السفينة كلهم وصلوا للبر ونجوا، عرفوا إنه الشاطي هو شاطي جزيرة مالطا، وسكان الجزيرة دي استقبلوا الركاب بترحاب شديد وعملوهم بلطف،
وولعوا لهم النار عشان يتدفوا، لأن الجو كان جو مطر وكان بارد. وبولس قام جمع له شوية حطب ورماه في النار، وفي دبيب طلع بسبب سخنة النار وتعلق لبولس في يده. أهل الجزيرة لما شافوا المشهد ده قالوا لبعض: الزول ده أكيد كاتل له روح، ومع إنه نجا من الغرق، لكن كاتل الروح ده إله العدل حتعاقبه بالموت وما حيعيش. أيوة أكيد ده زول شقي بالتأكيد. تعرف يا خالتي صفية، أنا وسكينة ومونة قرينا إنه لما بولس قام نفض يده والدبيب وقع في النار بدون ما يأذيه، الحاضرين كانوا متوقعين إنه جسمه حيتورم أو يقع ميت. صح. لكن بعد مدة طويلة ما لاحظوا على بولس أي تغيير. ده كلام صح. أو أي شيء من الحاجات اللي توقعوها. قاموا غيروا رايهم بالكامل واعتبروا إله. صح. أيوة أي. وكان على مسافة قريبة من المكان اللي كانوا فيه في مزارع. المزارع دي حقت بوبلس حاكم الجزيرة. الحاكم ده استقبل ركاب السفينة واستضافهم في داره لمدة 3 يوم وأكرمهم. وأبو الحاكم ده كان مريض وراقد عيان، عنده حمى ودسنتاريا. وبولس شافه ودعا الله أن يشفيه ومساه بيدينه، وفعلا شفى وقام. وموضوع شفاء أبو الحاكم ده خلى كل المرضى من ناس الجزيرة يثقوا في بولس. وجوه طالبين الشفاء والله شفاهم. عشان كده أكرموا بولس وكل اللي كانوا معاه لغاية قيامهم من الجزيرة. وأدوهم كل الحاجات اللي بيحتاجوها. يا سلام، انتوا قارين كويس جدا جدا. خلاص أنا أكمل لكم من هنا. طيب بعد 3 شهور ركاب السفينة اللي تكسرت ركبوا سفينة تانية كانت جاية من الإسكندرية. وكان عليها رسم لإلهين اللي هم تيمان ومن آلهة الإغريق القدماء. والسفينة دي كانت واقفة في مالطا طول فصل الشتاء. السفينة دي أبحرت لمدينة سرقوسة الواقعة شرق جزيرة الصقلية ووقفت. والركاب والبحارة قضوا 3 يوم هناك. وبعد ذاك السفينة تحركت ووصلت مدينة ريغيون في إيطاليا. وفي تاني يوم هبت عليهم رياح معتدلة من ناحية الجنوب. وفي اليوم الثالث وصلوا لميناء بوتيولو اللي هو ميناء إيطالي. وهناك نزلوا من السفينة ولقوا مجموعة من أخوانهم المؤمنين اللي طلبوا منهم إنه يقضوا معاهم أسبوع. ومن هناك قاموا مشوا لروما، وأخوانهم المؤمنين فيها سمعوا بخبر وصولهم وطلعوا واستقبلوهم على الطريق في ساحة مدينة أبيوس وفي مكان اسمه اللاكوندات الثلاثة. وبولس لما شافهم شكر الله وانشرح وعزيمته قوت. وفي روما الضابط سمح لبولس إنه يأجر بيت ويسكن فيه مع واحد من الجنود اختاروا الضابط عشان يكون مسؤول من حراسته. وبعد 3 يوم بولس رسل ودعا مشايخ بني إسرائيل في روما. ولما جو خاطبهم وقال لهم: اسمعوا يا أخواني، أنا ما عملت أي شيء غلط أو مضير ضد ملتنا أو ضد عقيدة أجدادنا، وبدون أي سبب بعض الناس في القدس قبضوني وسلموني للرومان، لكن الرومان لما حققوا معاي ما لقوا علي أي شيء خلوهم يعدموني أو يعاقبوني بأي عقوبة، وكانوا عايزين يفكوني، لكن شيوخ بني إسرائيل عارضوا، عشان كده أنا رفعت قضيتي لقيصر، وده ما معناه إني بشتكي ملتي. وهسه قلت اجتمع بيكم واوضح لكم المسألة. يا اخواني لازم تعرفوا اني مقيد بالقيد ده لاني مؤمن بوعد الله لبني اسرائيل بالنجاة. احنا في الحقيقة ما جاتنا اي رسالة من منطقة يهوذا بخصوصك. ما جاتنا ما جات اي حاجة. وكمان اخواننا اللي جوا من هناك ما قالوا فيك اي شكعب. لكن هسه نحن عايزين نسمع منك عن المذهب بتاعك ده، لانه الناس في كل مكان بيعرضوه وبيعرضوا الناس اللي بيبشروا بيهو. قلنا هجنوا. أها. وبعد الاجتماع ده شيوخ بني إسرائيل قاموا رجعوا لبيوتهم بعد ما اتفقوا إنهم يقابلوا بولس مرة تانية. وفي اليوم المحدد للمقابلة التانية قاموا جوه في بيته، وكانوا معاهم ناس تانيين كثيرين
وجلستهم المرة دي استمرت فترة طويلة من الصباح للمساء. وبولس كلمهم وشرح لهم حقائق عن مملكة الله، وحاول يقنعهم بأن عيسى عليه السلام هو المنجي الموعود وصاحب السلطان في المملكة دي. واستشهد لهم بتوراة موسى والزبور وكتب أنبياء بن إسرائيل. وبعض منهم اقتنع بكلامه، والبعض الآخر رفض كلامه رفض قاطع، واختلفوا مع بعض. ولما بيجوا عايزين يمشوا من الاجتماع، بولس قال للرافضين: يا جماعة، أيوة يا جماعة، السر الإلهي صدق لما وصف حالجاتكم على لسان النبي أشعيا وقال: بلغ بني إسرائيل وقول لهم أنتم مهما عاينتوا ما حتشوفوا أعمالي، ومهما سمعتوا ما حتفهموا، لأن قلوبكم متحجرة وعيونكم عميانة وإذنينكم مقفلة، عشان كده ما حتشوفوا أعمالي وما حتسمعوا رسالتي وما حتفهموها، عشان ترجعوا لي وأشفيكم. تشفينا شنو عايم بالله؟ ده كلام فارغ ده يا أخي، كده أشفي روحك. أنتوا شايفين؟ شايفين نتيجة لرفضكم لرسالة النجا؟ الله سبحانه وتعالى أمره للدعوة اللي بلغوكم بيها في الأول بتبليغ من دي الوقت لغيركم من الأمم هنا، وبعضهم حيسمعوها ويؤمنوا. وبعد كلام بولس ده، بني إسرائيل طلعوا من عنده، وكانت بيناتهم في مناقشات حادة واختلافات حول الكلام اللي قالوا. بالمناسبة يا جماعة، بولس قاعد في روما سنتين في بيت كان مأجره وساكن فيه، وبيته ده كان مفتوح لكل الناس اللي عايزين يزوروه، خاصة وإنه كان بيبشر بمملكة الله اللي بتبدأ بالإيمان وتكتمل في المستقبل. كان بيبشر بيها بوضوح وبكل شجاعة، وبدون ما يوقفوا أي إنسان من عمله ده. وكان بيواصل تعاليمه للناس عن سيدنا عيسى عليه السلام. طيب يا جماعة، دي كانت سيرة الحواريين اللي حكيت لكم على أجزاء، لأن زي ما لاحظتوا طويلة جدا، فحكي لكم خالص هي كانت طويلة. الله يخليكم، طويلة جدا يا خبيرة. تحية زروق. إخراج تمادر شيخ الدين.